راديو ويت منزل بورقيبة، مولود إعلامي جديد نجم نقوله، بما أنه ما زالوا كيف خذوا الفريكونس على اف ام، ومن بين البرامج الجديدة اللي مش نقاوها في الراديو هذايا هو برنامج مقهى النجوم مع المذيعة أمينة درويش الحاضرة معنا عبر الهاتف. مرحبا. ألو عاصمة، مرحبا بك ميسا على راديو ميت. نحييك ونحيي كيفة الزملاء اللي قاعدين يخدموا باش يطلعوا حاجة مزينة برشا للسيدة المستمعين، وبتبيع أنت اللي منورتهم ديما بطايتك البرنامج. عايشك، مرحبا بك، مبروك للبرنامج مقهى النجوم. شنية نوعية البرنامج؟ خلينا ناخذوا فكرة. أيه، ربي خليك ميسا، ميرسي بوكو. هو برنامج بالأساس يستضيف منوعات بالطبيعة، يستضيف فنانين ممثلين. دجا أنت كنت جكوا تخوض في نفس الكونسيبت جكوا. يستضيف في ممثلين صف أول وأعلاميين بالطبيعة صف أول، والفنانين نحاورهم نشوف شنو اللي عندهم جديد، شنو اللي عملوا مسيرة هم الفنية. معناتها باش نعرف سيدة المستمعين اللي بيان سور اللي ما يعرفوهمش، واللي جيل جديد بتبيع مش كين الراب بركة بتبيع معروف وهم اللي يعرفوه الكل. دونك نعرفوا جيل جديد اللي مازالوا ما يعرفوهمش، نعرفوا بيهم بأصالتنا بتراثنا اللي بالحق معناها التراث، الأغاني التراثية مش مسموعة برشا، ما إن شاء الله معناتها من خلال مقهى نجوم يتعرفوا والناس الكل تعرفهم ويوليوا من متابعينهم اللي ربما فما صحيح فما ميسا برشا طوى الراب تغى على الفن الوتري بصفة غريبة. قاعدين نشوفوا النمر دو فو متاع الرابريت اللي هما بتبيعة، معناتها قولوا ربي ان شاء الله يعطيهم خير على خير وربي ان شاء الله معاهم، اما ديما يقعد التراث متاعنا والفن متاعنا الاسيل هو النمبر وان في تونس. نفهم من هذا انه برنامجك ما انت مش تخصص له الحيز الكبير مش يكون للفن الوتري. اكزاكتومون، الحيز الكبير باش يكون للفنانين الوتريين. والحقيقه ما نكذبش عليك ميسا، كل ما نكلم فنان نقول له راك باش تكون معايا موجود في برنامج مقهى نجوم على راديو ويتافيم، رغم اللي هو معناتها في منزل بورقيبه مش في تونس، يرحب بالفكره على الاخر ويقول لي مرحبا ونجي وما عندي حتى مشكله ويجيوني ميسا. très bien. Donc اكيد الراديو كما قلت ما عندكمش برشا ملي خديتوا الفريكونس على اف ام. ساعة نحب نعرف كيفاش انضميت الراديو ويت منزل بورقيبة، كيفاش تعمل انضمام؟ نبدلك من الاول شويه هكا مثيل. اي بيان سور. اي انا بالنسبه لي خدمتي في الاعلام ما جيتش من باب الصدفه، وانا ما يكيش كيف اي اعلامي يحب يوصل وينجح في الشيء اللي يحبه بتبيع. بديت ننشط على فيسبوكي في الاول، ومن بعد عملت عديد الدورات التكوينيه في الاعداد والتقديم لحد ما جيت الفرصه. كلمني الملالولة بالكل، بون يمكن مش معروف بالكدا رغم انه متوج ومكرم من عند البيجي قائد سبسي الله يرحمه، اللي هو سي عبد الحميد الشرقاوي اللي هو يجي رئيس اتحاد الاعلاميين العرب في مصر. كلمني كي شاف تدوينيتي وشاف خدمتي على الفيسبوك، وانا خاطر ديما نهبط على فيسبوك والكل، ودجا نهبط الشهيد متاعي اللي خذيتهم متاع دورات تكوينية. قال لي راني شفت راني شفتك كيفاش تخدم، شفتك شفت خدمتك شفت تدوينيتك، اسكو تنجم تكون ضيفتي في مصر في مهرجين الاتحاد العالمي للاعلاميين العرب والا لي؟ قلت له ساعة شكون انت؟ ما انت ما عرفتوش الكل من الاول، مي كي وريني شنو بالضبط اللي باش يصير في المهرجين وشكون هو الكل. قلت له اوكي ما فهميش حتى مشكله، رحبت بالفكره بيان سور. بعث لي معناتها ما كنتش وحدي بيان سور، كانت معايا الممثله التونسيه سونيا ابو عمراني اللي مثلت في نسيبتي العزيزه، وكان معايا الاعلامي حسام عكيري. بعثونا كل ما يلزم باش نمشيو المصر، مشينا المصر حضرنا الملتقى هذايا، حضرنا المهرجان هذايا اللي كان مهرجان مزيان على الاخر،
وكانت الانطلاقه من غادي. زيدا شاركت في برشا دورات تكوينيه في مصر، شاركت في تقديم، معناها كنت مقدمه للمهرجان هذايا. بارك الله فيه، نحب نقدم له تحيه كبيره سي محمد شرقاوي. اي، وهذا شنو علاقته براديويت منزل بورقيبه؟ انت بعد كيفاش تم انا بالاول بالكل معناتها اعطيتك كيفاش بديت المسيره نتاعي على اي فهمتك اي. دونك بعد ديريكت معناتها كلموني برشا اذاعات، منهم راديو شمال اللي صحيح كنت نخدم معاه، ومن بعد مشيت الراديو جرجي سفيم، ومن بعد في راديو ويت. راديو ويت شافت كيفاش انا نخدم، شافت معناتها شنو هو اللي مهبطه انا بالطبيعه، شافت مشيت على عين المكان الراديو ويت، حكيت لهم على روحي، حكيت لهم شنو عامله. ما نكذبش عليك، كانت حفاوة كبيرة من المدير متاع راديو اللي هو سي عمر بن عبدالله، اللي نقدم له تحية كبيرة برشا، زيد بدر الدين الشلغومي المدير الثاني اللي مع سي عمر، نقدم لهم تحية. وكانت مشاركتي في راديو ويت من خلال هالبرنامج اللي أنا هزيت لهم البرنامج، قلت لهم راهو عندي برنامج اسمه مقهى النجوم، راهو يستضيف فنانين صف اول وكذا، رحبوا بالفكره على الاخر وقالوا لي مرحبا، احنا نحبوا مثل هذه الحاجات باش تتقدم في الراديو نتاعنا، ورحبوا بالفكره. ومن خلال هذيك بديت نخدم في راديويت اللي نحبهم برشا، ونقدم لهم تحيه كبيره ناس كل. واضح. قداش عندك معهم تو؟ تو قريب 4 شهور. أي معنيش برشا ليس ما قبل 4 شهور. وصدقني معناتها الحاجات اللي قاعدة نعمل فيهم توا في راديويد الحمد لله معناتها من عند رب العالمين، من عند الناس، معناتها بديت يعرفوني الناس شيئا فشيئا، كلك سواء في مثل بورقيبة ولا في بيجة ولا في أي بلاصة من تونس. الحمد لله بديل شوية ننجح في الحكاية هذية، وإن شاء الله معناتها إن شاء الله ديما هكي كمان البرمجة مش تكون ثرية في راديو ويت بعد ما ولاو على الاف ام؟ اي اكزاكت، فما برشا ان شاء الله الساعة اول حاجة باش تقعد البرمجة على حالها، معناتها اللي كانت تقبل باش تقعد على حالها، وو ميم طون باش تكون صحيح باش تكون فما برمجة ثرية اللي هما توا قاعدين موقفين على خدمة، خاطر قاعدين يحضروا في الماتريال الجديد نتاعنا وكل شيء. باش نقول حاجة ميسا، عندي برنامج في شهر رمضان ان شاء الله نحينا ربي اسمه تجليات رمضانية، اللي باش يكونوا حاضرين فيه معايا فلة من نجوم الفن في تونس المعروفين، كما في أحمد جلميم اللي نعرفوه الناس كل، المنشط الديني المعروف، كما حسين العفريت، كما في فوزي بن جمرة، حياة جبنون، وغيرهم اللي باش يكونوا حاضرين معايا في تجليات رمضانية، وإن شاء الله يا ربي يلقى النجاح كما مقهى النجوم. ان شاء الله ان شاء الله. اهم ضيف حاورته في راديويت منزل بورقيبه من اللي بديت معهم، اهم ضيف؟ والله شو ميسا، هما ضيوفي كل محليهم، ومنحبش نقول مثلا هذيك مهم على هذيك، اما فما تبارك الله فما ضيوف جايني من الصف الاول كيما وليد الصالحي، كيما سفيان الزيدي ربي فضله، كيما هشام نجاتي وغيرهم، معناتها كيما شاب ابتسام، نور الدين البيجي نجم نقول هو اهم ضيف. نور الدين البيجي كان معايا وحاورته، وكانت الحلقة متاعه بطبيعة لا تقل عن بقية الحلقات، وإنما كانت الحلقة متاعه رائعة ورائعة جدا، وما تتصورش قديش كان فرحان وهو حاضر معايا، وما جيش وحده، جاي معاها جاب معاه بنته رزان اللي زيدة تقرأ موسيقى عنده في الكلوب متاعه في راس الجبل جكوا، وكانت حلقة رائعة رائعة جدا. ما نعرفش كان ميسا شاهدت مقتطفات منها ولا لي. لا ما شاهدتش، ما انا اللي نعرفه على نور الدين بيجي انه يرفض الظهور الاعلامي، ما نعرفش تعبك في النقطة ذي من الاول قبل ما يجي ولا. صدقني ميسا هزيت تليفون كلمته رغم اني بيجية معناها ما لا خطر بنت بلاده. لا ميسا لا والله لا، اما هو صدقني
تكلموا انت تو تشوف كيفاش يرحب بيك ديجا مش كاين معايا انا برك احذر من بعد احذر مع شمس في شمس ونجوم في برنامجه احذر زيدا مع لكن برشا زملاء انا الحقيقه ما تعاملتش معاه اما برشا زملاء يتشكوا نوعا ما من المعامله معاه يقولوا كيف نتصلوا به ما يلبيش الدعوه هذا علاش سالت لي ما يصدقني كان انت تهز تليفون توا حالا وتكلم وتقول له سينور جيل بيجي نحبك تكون موجود معايا في برنامجي صدقني ما يقولكش لي ويرحب بالفكره بالكدي بالكدي وقديش طيب قديش انسان ناس مليح والله العظيم معناتها بالحق معناها عن تجربه فهمت انت بركة هز تليفون وكلم وشوف كيفاش معناتها صدروا لحد كبير برشا واضح نختموا معك ذكرنا بالتوقيت وقتاش يتعدى مقهى النجوم والنهار اللي يتعدى فيه ايه برنامج مقهى النجوم اللي يتعدى كل نهار اربعة من ماضي ساعتين للاربعة على راديو تفيم تلقاو الفريكونس نتاعنا على 104.4 سامحوني سامحني ميسا كان تنجم نحب نقدم تحية كبيرة الكيف سهيب زليزي اللي يقوم بعملية الإخراج التقني للبرنامج بتاع مقهى النجوم نحب نقدم تحية البدر الدين الشلغومي السي عمر بن عبدالله الكيف الزملائي اللي يخدموا معايا في الراديو الكل نحب نقولهم اللي نحبكم برشا زيدا نحب نقدم تحية السيد بشير ترشول اللي هو مدير راديو جرجي سفيم اللي معهم توا في كل نهار خميس فقرتي في اكتواليتي بيجا في اسبوع من العشرة ونص للحداش ونص نحب نقدم تحية لوجدين ترشول اللي هي مقدمة برنامج ماتينال على راديو جرجي سفيم حمزة من وراء الكونسول زيدا إذاعة راديو شميل الكل نقدم لهم تحية ونقدم تحية اللي كنتي وكيفة الفريق عامل معاك ميسا بديس اللي بالحق ديما في كل مرة تجيبنا حاجة جديدة ومنورتنا بطاقتك البهية كل كسوة في التلفزة ولا في الراديو ميرسي يعطيك الصحة نحبك برشا عايشك ميرسي بوكو يعطيك الصحة شكرا لك الإعلامية أمينة درويش كانت معنا عبر الهاتف تعالوا نمشيو مع سفيان زيدي بحذا حبيبتي